لا احنا بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمك كل حاجه وهقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوه قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. مين جدا ومعلش انا عايز 3 دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس اداره الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل سعادتك استريح. ثواني. من فضلك يا ريت. تعرفت الجمارك بالنسبه للسيارات بقت كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. السلام عليكم. ربنا يديك الصحة كده ويخليك. ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ علي الدور. أيوة سعادتك. اتفضل. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك. اتفضل استريح. اسم السيادة. عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف. أنا في منتهى الأسف، الحقيقة ما كنتش أحب أتحط في الوضع ده. لكن سيادتك عارف إن التجارة الحلال البلال على دي وعلى دي. إيه اللي حصل؟ الألف بنخسر طه؟ ضاعت عليا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده. يا أستاذ عبد السميع أنا كنت أتمنى إن الألف جنيه بتوعك يكسبوا 1000 جنيه زيهم الشهر اللي فات. إيه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا أستاذ عبد السميع إن السوق كان نايم شوية اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الألف جنيه بتوعك ما كسبوش غير 1000 جنيه زيهم، بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني أكسب 1000 جنيه ناقصين جنيه في شهر، وأسعد. أنا بقى أكرر آسف. حقيقي. اتفضل يا سيدي. آدي 1000 جنيه اللي أنت دافعهم، وآدي 1000 جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجة ولا السحر. سحر إيه يا راجل؟ أعوذ بالله. أنا جاي لك بكرة. ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع الف سلام. انا بقى اكرر اسف. اللي بعد يا ريمون. اتفضلي. اتفضلي استاذ. سعيدة يا بس بنتي. اهلا يا عيش. اهدى كله اهدى كله. كل ده يطلع منك. خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي انت بتعمله. خد. ايه دول؟ سيختي تمنتها النهارده جابت 8000 جنيه. شغلهم لي. عايزاهم امتى؟ لا 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 انا مش مستعجله عليهم. خليهم ماشيين في الساقيه كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني، يخلفوا صبيان وبنات. وانا عامل زي المغفلين؟ احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رايك يا حماتي. المهم وصل لي كام مني لغايه دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي. هو في فرق بيننا؟ لا 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 كله بالحساب. انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوف يا ستي، قولي نص فدان ادي 16000 والنص بيت ادي 9000 وادي 8 يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح. مفيش فرق بيني وبينك. متلكن مش كده؟ متلكن. وعليها زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس. بكره تروح. على رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بقى ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه؟ غضروف. غضروف بيه؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا ليه؟ السجن.
غضروف، ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حبت لما عرفت علومكم، قلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا، عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ بعرف شغلاتي. عندك سمعة؟ ما عنديش سمعة. بتفهم في أي حاجة؟ ما بفهمش في أي حاجة. عينوه في مجلس